السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أسامة ثامر من قناة أكوايا انفورميشن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وجروب الأحواض النباتية على الفيسبوك. اليوم راح نشوفكم تجربة تصوير الحوض النباتي لمسابقات العالمية والعربية، مسابقة الأحواض المزروعة العربية ومسابقة IAPLC العالمية ومسابقة AGA الأوروبية. هذا الحوض مثل ما تشوفون قدامكم راح نصوره، فتابعوا هذه طريقة التصوير. طبعا عندنا عده طرق لتصوير الحوض النباتي. طبعا انا استخدم الكاميرا الاحترافيه اللي هي EOS 77D من كانون، DCLR كاميرا احترافيه ديجيتال فول فريم 60 فريكوينس بير سكند، مواصفات جدا عاليه. حاولت اخذ لقطات بايفون ايفون 12 برو ماكس، ولكن الصوره اللي حصلتها مو مثل الكاميرا الاحترافيه صراحه، يعني كانت لها فرق كلش عالي، فاضطريت ناخذ بالكاميرا الاحترافيه. طيب شنو اللي التقنيات اللي سويتها بهذا الحوض اثناء عمليه التصوير؟ خلينا نسولفكم اياها خطوه بخطوه. بالمسابقات العالميه عندنا عده خطوات نسويها بالحوض المزروع، وهي تقنيات، فيكات، تيبس، مقتطفات نسويها على مود نحصل على فد نقاط محدده الهواة الاجانب يستخدموها، واحنا بدينا نستخدمها من فتره لانه تعطي فد جماليه كلش حلوه للحوض النباتي. واحده منهم سبق وانا نشرت الفيديو مالتها هي الباك جراوند سكرين لايت، يعني طريقه جدا حلوه وحصلت على نتيجه جدا عاليه وكلش حلوه، بالمقابل انه السكرين اللي بالخلف ظهر الحوض هو كان كلش حلو وبيها فد لون كلش مميز. النقطة الثانية اللي استخدمتها وهي تقنية حركة الأسماك، كيف أوجه الأسماك، هسه أشرح لكم عليها. والتقنيات الثالثة اللي هي إزالة كل محتويات الحوض، التقنية الرابعة تقنية السشوار أو تقنية مصفف الشعر، هسه نسولف بها. والتقنية الخامسة هي تقنية اللابتوب. بعد عدة تفاصيل ثانية هسه نسولف بها واحدة واحدة. خلينا نبدي أول تقنية السكرين باك جراوند، تعالوا شوفوا وياي. مقتطف بسيط بدينا به. السكرين لايت باك جراوند مثل ما شفتوا الفيديو او بعد يمكن منازل حينزل ورا هذا، ما اعرف يعني بالضبط شو حينشر، لكن صورته. اناره نيون يضرب على حائط مصبوغ بلاستيك، تمام؟ هذا الحائط حيعكس لي نص الحوض، الاناره مال الحوض حتعكس لي نص الحوض الثاني، حتلتقي حتساوي سكرينه بالخلف، ومثل ما تشوفون امامكم الخلفيه بها سكرين لايت مثل ما واضحه. منا اذا نجي نشوف المنطقة الخلفية النباتات كلها ضاوية، ويعني هاي الطريقة اللي هي يستخدموها كل المحترفين، وبصراحة اكتشفتها من باب الصدفة، ما قدرت أتعلمها من أحد ولا أحد علمنا إياها ولا لقيناها مشروحة بقنوات لا اليوتيوب ولا جروبات الأجانب، حتى تكون الموضوعية كلش محترمة من قبل المصففين واللي صفقون قاعدين لبعض الاشخاص. طيب النقطة الثانية اللي حكينا بها هي ازالة المواد من الحوض. أول شغلة ممنوع انه تستخدم المواد الإضافية اللي موجودة بالحوض غير الطبيعة. يعني فلاتر تنشال، أي قطع موجودة على الحوض تنشال، طبعا تحتاج لفص سطلة على مود تلم بها كل المحتويات. أي محارير، هيتر، فلاتر داخلية ثانية، سيرفيس سكيمر وغيرهم كلها ترفع من الحوض. إزالة تامة، ماكو شيء ثاني موجود بالحوض إلا هذه القطع. طيب بعد شنو اللي حنسوي؟ طبعا لا تنسون تطفون الغاز CO2 وتطفون الفلتر الاثنيناتهم، يعني أنا عندي اثنين فأطفين اثنيناتهم، لا تنسون تطفون هذه النقطتين لأنه كلش ضرورية. النقطة اللي بعدها تقنية السشوار. تقنية السشوار شنو فائدتها بالحوض؟
النباتي او اللقطه اللي اذا نصور بها. السشوار طبعا هو او هو احنا نسميه مصفف شعر او السشوار نفس الاسم. الهواء اللي خارج من عنده يثبت على فد نقطة معينة بالحوض. ممكن أنا طبعا ثبتتها على هذه المنطقة اللي هي منطقة بروز هذه الخشبة من الماء، من سطح الماء. طبعا أنا منزل مستوى الماء قليلا حتى أحصل على خروج لمستوى بعض الأنواع من الأخشاب. في الحالة أنا ثبتت المصفف الشعر بهذا الشكل على هاي النقطة. لما نشتغل سوالي فد رقعة، هذه اللي احنا نسميها مثل لما نشمر فشي مثل هذا الشكل، سوالي بصورة مستمرة. هذا الشيء اصبح فد نقطة كلش حلوة، يعني مثل ما تشوفون خلينا نسويها يعني بهذا الشكل سوالي. طبعا انا ما صورتها للاسف، لكن حنشوفوها بصورة المسابقة. بهاي الطريقة ثبتتها وشغلتها اني وسويتها. هاي طبعا الطريقة اللي لقيتها بأحد الصور اللي استخدموها الأجانب. أعتقد شخص آسيوي صديقي لقيته حاطها حاط سشوار بهذه المنطقة، مثبته هنا أنا ودي أضرب على هذا المكان وسشوار على ذيك المنطقة، فدي أضرب عنده منطقتين وتلاقي يصير. فالشي كلش حلو وكلش لطيف مستخدمه. تقنية حركة الأسماك هي تقنية كلش صعبة، أنه كيف تسيطر على حركة السمك بالمكان اللي أنت تريده والمستوى اللي أنت تريد تثبته، بحيث يعني تكون حركة السمك بشكل سرب بمنطقة معينة. طبعا لازم تختار أنواع الأسماك اللي تتحرك على شكل سرب، لا تنسى هاي النقطة كلش مهمة. أنواع الأسماك اللي تتوافق مع الحوض النباتي هي أنواع التترا عامة، تمشي بسرب كلش حلو وكلش لطيف. أنا اللي استخدمته حاليا هذا النوع هنا، راسبورا هارلي كوين. هذه النوع من الأسماك اللي هي مو من أنواع التترا، من أنواع الراسبورا، ولكن تتحرك. استخدمت الفانتوم تترا من انواع الحلوه الحمراء، ريد فانتوم تترا، واستخدمت الريد ريد نيون بوسماني، انواع البوسماني. هذه الاسماك حاليا في حوضي هي اللي استخدمتها، بالاضافه الى الحلزونات والفلاي فوكس وكل هاي الانواع الثانيه اللي وجدت بهذا الحوض النباتي او اللي صورت بهذا الحوض النباتي. طبعا مثل ما قلت لكم لازم تستخدموا انواع تمشي على شكل سرب. الانواع اللي تمشي على شكل سرب هذه من انواع الاسماك اللي يعني صعب انه يسيطر عليها بحركته. لما تطفي الفلتر حتبدي تتحرك على شكل سرب هي بشكل طبيعي، ولكن التوجه بالمكان اللي انت تريده والمنطقه والمستوى اللي انت تريده هذه تحتاج الى شخص ثاني يوقف وياك. بالعاده اني الشخص الثاني ماتي هي هذه العصا. هاي العصا اني اللي استخدمها بعملية تثبيت نبات. أنا إذا صورت بهذا المكان فأنا طبعاً أثبت أو أحركهم بهذا المستوى من الأعلى، يعني بهذا المستوى أحرك الأسماك. بعض الأشخاص يستخدمون تقنية الليزر، يصور بالليزر على فد مستوى معين ويحرك الأسماك على أساسها ويحصل على النتيجة اللي مطلوبة بها حركة شكل السمك، يعني بهيك شيء. أنا قلت لكم استخدمت هذه التقنية. ممكن أشخاص يستخدمون، أكو شخصين ثلاثة يصورون الحوض فيوجهون الأسماك يعني يدخل إيده بالحوض ويثبت الأسماك ويحركها بالمستوى اللي هو يريده، يعني في الطريقة كلش مميزة. طبعا من المميزات الحلوة بالأحواض المسابقات هي شكل اللوتس، نبات اللوتس. نبات اللوتس لما يطفو بهذا الشكل فهو من أجمل أنواع الطائفة، وساقها وحركته يعني حركته كلش جميلة بالحوض النباتي وحوض مسابقات عامة. انتبهوا على موضوع ترتيب الحوض، يعني لا تركون أي يعني واجهة الحوض يجب أن تكون متوافقة ومترتبة ومتسلسلة بشكل كلش جميل. أهم نقطة عندنا هي الرمل، الحبيبات التربة بالأمام بتكون على الرمل، هاي توجب أنه تبعدها برا الحوض توديها، كلش حلوة تكون لما أنه تكون خالية من هاي الحبيبات. أنا صراحة عانيت لما وخرتها أنه واجهة كلش كبيرة وكان عندي كمية كلش كبيرة من التربة المتوزعة، فسويت التقنية كلش بسيطة أنه دخلتها بالرمل بطريقة ملعجوزية، ولكن ناجحة. بعد فترة تطلع عندك المشاكل. عموما يعني على قد لقطة المسابقة أنا سويت هذا الشيء وتخلصت منهن.
النقطة اللي بعدها حاول انه تهزز النباتات بحيث توخر الاكسجين اللي يكون في قاعات الاكسجين تكون على النباتات هذه، لانه بالصورة حتسوي لك فد مشكلة الفقاعات لما تستخدم تعديل على الصور وتستخدم يعني فد تفاصيل معينة على الصور. هاي نقطة كلش مهمة انتبهوا لها. الشيء اللي تحتاجه بعد كلش مهم اللابتوب. اللابتوب لما تستخدمه تربطه مباشرة مع الكاميرا، تاخذ لقطات الصور وتباوع على اللابتوب، يكون بشاشة كلش اكبر اذا كاميرتك كانت شاشتها صغيرة او بدون شاشة، فقط زر النظر او الرؤية. فحاول انه تستخدم اللابتوب تربطه مباشر. كان بيها تطبيق انه تربط اللابتوب بالكاميرا مباشر وتستخدمه، حتى ممكن انه تلعب باعداداتها. فشخصيا انا اسوي هذا الشيء، اربط اللابتوب بالكاميرا واصور عن طريقها. طبعا اكو بعد عدة مواد ثانية استخدمها بالبداية قبل فترة التصوير. لا تستخدم اي انواع اسمدة، لانه بفترة الشهر هيك شيء لا تستخدم اي انواع اسودة، لانه الطحالب حتظهر عندك وتسوي لك مشاكل، ممكن تأخرك على المسابقة. حاول انه لا تلعب بالحوض ملاعب ثانية قبل فترة الشهر من الحوض النباتي. حاول انه تكون عندك فترة هذه فترة تبديل مي فقط، وحاول انه قبل المسابقة باسبوع اكثر من اسبوع بشوية لا تبدل مي ابدا. صفاء الماء وصفاء الحوض النباتي يعتمد على الصورة ويعتمد على تبديل الماء، فدير بالك من هاي النقطة كلش مهمة، وممكن تسبب مشاكل كلش هواي ب يعني صور تصورهن انه انت تصور وتجي تعدل على الصور تلاقي مشكلة انه الصور غير واضحة ومغوشة او عندك ضبابية بالماء. هاي نقطة يحاسبون عليها الحكام ضبابية الماء، ف بيور يكون بيور لا تبدل مي هواي. حاول النقطة اللي بعدها بالحوض النباتي انه الموسس كله تحركه وثب اي نبات ثاني موجود انه تدخلي عليه فقاعات. هاي نقطه ذكرتها، قلت لكم تزيلون كل التفاصيل على الحوض. هاي نقطه كلش مهمه، لا تتركون اي شيء اي صوره باي حوض بيها نقطه معينه طير من المسابقه، هاي مشاكل تسبب لنا. ولا تنسون انه حركه الاسماك عليها 10 بوينت اعتقد، ديزاين الحوض عليه كميه كلش كبيره، وحجم الحوض، وهذه التفاصيل كلها واحد مهتم بها من زمان. الفيديو القادم ان شاء الله راح اسولف لكم على الادوبي لايت روم، تطبيق التعديل على الصور. بعد ما اعدل على صوره حوضي وحشوفكم شلون حاعدل عليه، راح اسجل لكم وحصور لكم، وان شاء الله تستفيدون منها بمسابقه الاي جي اي والمسابقات العالميه الثانيه. ممكن نقدر نقول مسابقات السنه القادمه حتتعلمون هاي الطريقه. انا ما قدرت اصور لكم قبل المسابقه لانه هذا الحوض داخل بي مسابقه وما اقدر انشر صوره. طبعا مو ممنوع، ولكن هيبه الحوض يعني في التفاصيل معينه هم مطلوبه انه ما تنشرها باي سوشيال. تمام، ان شاء الله نتلاقى وياكم بفيديوهات جديده وشروحات حلوه هاي السنه محضر لكم على فالتفاصيل جديده شوي شوي ويانا. اللي ما مشترك عفوا بالقناه خليه يشترك ويانا، واللي عجبه الفيديو خليه يشفتنا بلايك. شكرا لكم ومع السلامه.